بعد أكثر من 8 أشهر على بداية الأزمة، ما تزال الحقائق تنكشف تباعاً لتؤكد أمام الرأي العام العالمي أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر يندرج ضمن مؤامرة محكمة نسجتها أطراف عدة. في هذا السياق يأتي انسحاب قناة العربية من هيئة البث البريطانية ليؤكد ضلوعها في هذه المؤامرة من خلال تغطيتها لجريمة القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو. العربية روجت التصريحات المفبركة المنسوبة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متجاهلة النفي الرسمي الذي أصدرته دولة قطر في الإبان. وقد تقدمت وكالة الأنباء القطرية بشكوى لهيئة البث البريطانية ضد قناتي العربية وسكاي نيوز عربية في هذا الخصوص، لوصفها الجهة المعنية بتنظيم السلوك والمحتوى الذي تبثه المؤسسات الإعلامية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي. لكن العربية خيرت الانسحاب من هذه الهيئة بمجرد بدء التحقيقات تفاديا لنتائجها. دور قناة العربية التحريضي المخالف لقواعد العمل الصحفي ومعايير النزاهة الإعلامية لم يقتصر على بداية الأزمة، بل يمثل خيارا تحريريا في كل ما يتصل بقطر، حيث لا ترى القناة مانعا في إطلاق الأكاذيب وتصديقها والترويج لها. وآخر ما جادت به قريحتها الزعم بأن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لأعمار قطاع غزة قد تعرض للاعتداء، وهو الأمر الذي سارعت السلطات الفلسطينية إلى تفنيده. بعد انقضاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن المنحة القطرية الأخيرة لقطاع الصحة هنا في القطاع، أنه تزامن هذا المؤتمر مع وجود احتجاج لعمال شركات النظافة في وزارة الصحة لعدم تلقيهم رواتبهم منذ عدة شهور من الحكومة، وهم حاولوا أن يوصلوا صوتهم في خلال هذا المؤتمر من أجل أن يساهموا في حل الأزمة التي يمرون فيها. بعض وسائل الإعلام المغرضة حاولت أن تصور ذلك على أنه اعتداء على السفير القطري أو ضد الدور القطري في غزة، وهذا أمر مخالف للواقع تماما. في الوقت الذي يمثل فيه تعامل وكالة الأنباء القطرية مع هيئة البث البريطانية أوفكوم للتحكيم مظهرا من مظاهر التشبث بالقانون والمؤسسات الدولية، يأتي انسحاب قناة العربية من هذه الهيئة وتماديها في إطلاق الأكاذيب ليؤكد اختيارها بأن تتنازل عن رسالة الإعلام السامية لتكون مجرد أداة لتنفيذ مؤامرات سياسية مكشوفة.